سأل في MP عن تعامل الإدارة مع اللعيبة، إن كل حاجة جاهزة، أنت عندك ترنجاتك ولبسك وجزمك وبيتوفر لك الأمور دي من وأنت صغير لحد ما بتكبر، وده مش موجود في أندية كتير. تمام. والحاجة التانية إنه في نظرية كان كابتن إمام محمدين حكى لي عليها، يعني إنه في سن معين اللعيبة هنا موجودة في النادي للمتعة مش للتدريب أو للتعليم، ممكن تكلمني عن ده شوية؟ بس حضرتك احنا عندنا المراحل السنية كلها مش مرحلة سنية معينة، من أول البراعم لحد 2005 اللي هم موجودين السنة دي، إزاي بتربي في اللعيب إن هو يتمتع بكل شيء هو بيعمله. المتعة في حد ذاتها في اللي هو بيعمله هتديك إنتاج أكبر بكتير من إنه هو يبقى حاجة إلزامية عليه بيبقى فيها دايما أوامر. بدليل إن زي ما قلت لحضرتك عندنا حاليا دلوقتي ثلاثة، محمد سمير ومهاب سامي وسيف عصام موجودين في المنتخب الاولمبي اللي هو 2005، السبعه اللي موجودين مع الكابتن احمد الكاس، عندنا سبعه موجودين مع الكابتن اسامه نبيه، عندنا حاليا دلوقتي من 2000 من جيل 2005 متصاعد للفريق الاول اربع لعيبه موجودين بالفريق الاول، وعندنا من 2007 اتنين لعيبه حارس مرمى ولعيب متصاعدين حاليا دلوقتي. ومرحلة سنية بنحاول نديله الخبرات بدري عشان نقدر نطور منه بسرعة. الكلام ده كله مش من فراغ، احنا اختياراتنا للعيب ما بيبقاش فرض، ومشيان لعيب من عندنا برضو ما بيبقاش فرض. يعني حضرتك جبت اسم دلوقتي عبد العزيز الزغبي، حضرتك تعرف ان عبد العزيز الزغبي ده في اول دخوله نادي انبي المدرب اللي كان ماسك 2008 قال انا مش عايزه، لا يصلح. وبعدين مش قراره، القرار هنا مش قرار فردي. امال احنا في انبي ما بنشتغلش قرار فردي، مش رئيس القطاع هيقول ده يقعد وده يمشي، ده لجنه بتختار. يعني مدرب 2008 قال انا مش عايزه، مش اللي موجود دلوقتي كمدرب. لا مفهوم طبعا. وبعدين صممنا ان هو يبقى موجود لان رؤيه النادي اللي هي تتمثل في اللجنه اللي معموله، اللجنه الفنيه اللي بتختار، شايفه ان هو لعيب كويس. فيها مين اللجنه؟ فقعد فيها مدربين كتير، يعني مدربين النادي كلهم. كم واحد؟ تقريبا سبعه. سبعه في اللجنه؟ سبعه في اللجنه، واصوات واعلى الاصوات هي اللي بتاخد القرار. لو اختلف واحد هنروح في سكته. لو اختلف واحد؟ لو اختلف واحد، الاختلاف في مصلحه اللاعب مش في مصلحه المدرب. يعني اديني مثلا، لو الزغبي يكمل ولا يمشي؟ يعني الزغبي سته قالوا، سته قالوا يمشي. واحد قال لا. لا سته قالوا يمشي وواحد قال هنمشي ورا الواحد. ليه؟ ربما يكون هو شايف حاجة احنا مش شايفينها، فهندي لنفسينا وقت قبل قيده عشان كلنا نخرج من القعدة ان السبعة لازم يكونوا موافقين على الزوبي. مش قرار واحد. عشان كده ادارة انبي مختلفة عن غيرها. الادارات التانية مع احترامي الكامل ليهم، واحد بيبقى قاعد يختار. ده كويس يقعد، ده مش كويس يقعد. هل نفس الاسطمبه دي بتحصل مع الفريق الاول؟ طبعا. يعني لو المدرب قال اللعيب ده انا مش عايزه بيعوه، او انا عايز اشتري فلان ده وانتم شايفين انه لا، بيحصل نفس القصه؟ طبعا. لجنه الكوره بتقرر مين اللي يبقى موجود ومين مش موجود. زي ما قلت لحضرتك انبي تدار من خلال سيستم عمل حطته الاداره وبينفذه مجموعه من اللي موجودين، كله له راي في ده كويس، ده يقعد، ده يمشي، مش رأي فردي. هل في حاجة أنتم مشيتوا عليها؟ يعني مثلا في تأثر بمدرسة لاماسيا أو أياكس، في حاجة درستوها قبل ما تعملوا الشغل ده في إمتي في قطاع الناشئين؟ عايز أقول لحضرتك إحنا زي ما قلت لك في الأول إحنا دايما بنبص في ورقتنا. ماشي. ورقتنا بتقول إيه؟ إن كل المدربين اللي موجودين باصين على بعض. ماشي. كلهم في تنافس بينهم وبين بعض، مالناش دعوة باللي بره. احنا في تنافس داخلي بيننا وبين بعض وبين مدربينا، كل واحد بيدور على ان هو يبقى افضل. لا انا فاهم، بس يعني القانون نفسه، الحاجه اللي انتوا ماشيين عليها، هل درستوا حاجه بره؟ هل هتسافر بره عمل معايشه مع مكان وجه؟ هل ده حصل ولا ده كله انتاج مصري بحت؟ لا احنا تقدر تقول فكر اداره انبي مختلف تماما، وده اللي احنا حطيناه من اول ما الاستاذ ايمن جه. قعدنا بنعمل بلان لخطواتنا لخطه طويله الاجل ولتكن لمده 5 سنين. مفهوم. احنا عندنا باك ليفت في 2005، طب اللي بعديه جاي في الباك ليفت مين؟ في 2007. طب اللي بعديه جاي مين؟ في 2009. اذا احنا احتياجاتنا ممكن نشتري ولا لا؟
من خلال البلان. بحييكم بصراحه على القصه دي بصراحه، الحمد يعني. لله يعني. طيب اخر سؤال عندي، ليه ام بي لم يشتكي من التسنين؟ يعني الاهلي اشتكى، بعض الفرق اشتكت، لكن ام بي ما طلعش بمطالبات واضحه لاتحاد الكوره انه لازم تحاولوا تحلوا هذا الموضوع، ليه ام بي ما خدش الموقف ده؟ عشان انا ما عنديش دليل، ما بعرفش ارمي الناس بالباطل، ما اعرفش اطلع عشان انا عندي قناه اتكلم فيها محدش هيحاسبني، دي قناتي فانا اقول اللي انا عايزه ما اقولش اللي انا عايزه، ارمي الناس بالباطل زي ما بس انا هي عايز. قضيه منتشره على مستوى مصر، يعني قضيه انت عارفها وشايفها بعينك. تمام، مش بتكلم على نماذج، انا كده انت قضيه مثاره. كويس، ليه ما تضمنتش مع الاهلي وقلت لاتحاد الكوره اه يا اتحاد كوره احنا عايزين بقى نطالب ان احنا نوقف التسنين وشوفوا شغلكم ويلا بينا احنا مع الاهلي بندعم هذا القرار. كويس، من خلال منبرك انا كلامي واضح اهو، انا مع اي نادي بعيد عن الانديه الثانيه يقول ان انا عندي لعيب مش سليم ويديني ورقه، انا اللي هاخد الورقه وهاخد اللاعب واقدمه لاتحاد الكوره واطلب بشطبه. لا وماله، ده موضوع تاني. ما انا هقول لحضرتك، يعني قصدي انت ليه مش متضامن مع الفكره نفسها؟ ما انا هقول لحضرتك، عشان انا جالي عندي لعيب من حوالي 4 سنين وتم الاعتراض عليه. لما رحنا لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره قال اللعيب مش سليم ويلعب في مرحله سنيه اكبر. المرحله السنيه الاكبر بتاعته كانت الدرجه الاولى. فقلنا احنا مستغنيين عن اللعيب. في نفس السنه لقينا اللعيب مقيد في فرقه تانية وبيلعب ضدنا، رفعنا الامر لاتحاد الكوره قال لك مالناش دعوه. تعمل ايه؟ يبقى ده ادعى انك تدعم الاهلي في مطالبه. انا مع الاهلي في اي تسنين، يعني في أي مطالب الاهلي زي ما مكتوب قدامي، ايقاف المزور وحرمانه من ممارسه كره القدم، منع القدع لاي نادي يمتلك لاعب مسنن لمده عام، الكشف عن كافه القطاعات من 2005 لحد 2015، يكون في كارنيه اتحاد كوره في كيو ار كود يقدر الناس كلها تعرف الراجل ده اخباره ايه. دي مطالب الاهلي. كويس، وانا مع مطالب، تدعم هذه المطالب، وانا مع مطالب الاهلي قلبا وقالبا. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. ما تخبيش لعيب لحد ما يوصل للمرحله السنيه القانونيه اللي انت عايز تلعبه فيها وما يبقاش عنده كشف، وبعد كده ترجع تقول انا عايز اطبق مطالب الاهلي. يعني انا عندي لعيب. مين مخبي لعيب؟ لا ده في كتير. قولي مين مخبي لعيب؟ لا ما اقدرش نقفشهم على طول، قولي بس مين اللي مخبي؟ ما اقدرش ارمي حد. عندك دليل؟ ما اقدرش ارمي حد بالبطن. ما انت بتقول اهو في مخبيين لعيب. لا انا بقول لك، لا انا بقول لك ما عنديش استعداد ان انا اخبي لعيب لمرحله سنيه معينه. ما انت اتهمت كل الانديه دلوقتي كده؟ لا انا ما اتهمتش حد، انا ما بتهمش حد. وتقول لي البطل ومش لا البطل لا وبتاع. لا احنا اكبر من كابتن. لا احنا اكبر من ان احنا نتهم حد خالص، احنا ما بنتهمش حد، لكن انا بقول اهو مع حضرتك احنا قلبا وقالبا مع اي نادي ضد التزوير او ضد التسنين، لان احنا جالنا في مرحله سنيه معينه كان اللجنه بتاعت منطقه القاهره بتقعد تشوف اللعيبه وهي نازله المباراه، اللعيب اللي شك فيه شكلا تخرجوه بره الملعب. ما كملناش على النظام ده ليه؟ مش احنا. ما انت قلت لي برضه مالوش علاقه بالشكل يا كابتن. لا ازاي؟ لا في حاجات، لا في حاجات كابتن قلت لي بياخدوها بالشكل. لا لا في حاجات باينه قوي. يعني طب قول لي مين مخبي اللعيب؟ في حاجات، لا كتير. قول لي بس. كتير، لا كتير، ربنا طيب. عامة يعني. كل ما قاله الكابتن عماد النهارده للكل حق الرد، النادي الاهلي، مسؤولين قطاع الناشئين، اللي عنده اثبات على انه ام بي مسنن اي لاعب من اي نوع، الراجل النهارده بيقول انا بدعم الاهلي في كل مطالبه لاتحاد الكوره بايقاف موضوع التسنين والكشف وكل الحاجات اللي اتقالت دي، وكل كلامك الناس كلها حق الرد. تمام، مظبوط كده؟ طبعا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه تاني. كنا اتفقنا برضو في احد الجلسات ان اللعيب المسنن، المسنن بالذات، لان الورق بيبقى سليم، يعني هو جاي لك لعيب مسنن ما يتمش ما يلعبش الا بعد 17 سنه. ماشي. تفتكر ان في حد هيقعد ابنه عنده 5 6 سنين من 12 سنه ل 15 لحد ما يبقى عنده 17 سنه، 5 سنين يصرف عليه وياكله ويشربه وهو عارف انه مش سليم؟ طب احنا لو طبقنا الكلام ده محدش هيسنن حد، ومحدش هيزور، ومحدش هيجيب ورق. ما احنا ايدينا في ايدين بعض بقى. مع الناس ايدينا في ايدين بعض ونشوف الدنيا اخبارها ايه. قلبا وقالبا مع كل الناس. حبيبي يا كابتن نورتنا، ومبروك لام بي وجود نجومه مع المنتخبات بشكل مختلف يعني، وكل التوفيق يا رب في اللي جاي. ربنا يخليك، نورتنا يا كابتن.